السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، ونشكره على أن من علينا بإدراك هذا الشهر، فنسأله سبحانه وتعالى كما من علينا بإدراك أول هذا الشهر أن يمن علينا بإدراكه إلى آخره، وأن يمن علينا بإدراك رمضانات عديدة، وأن يمن علينا بإدراك مواسم الخير، وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. نعمة الله سبحانه وتعالى أن يمن على عبده فيعمل بجد واجتهاد وإخلاص في مواسم الخير، لأن العبرة كما لا يخفى بزكاة العمل وصلاح العمل. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إن أبا بكر لم يسبق الصحابة رضي الله عنهم بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باليقين والعافية، إنه جواد كريم. سيكون درسنا بإذن الله نحن وإياكم في التفسير، وسيكون ابتداء من فاتحة الكتاب، أم الكتاب، هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن، وسيكون بيانا بحسب ما تيسر مما يعلم من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. فنشرع بحول الله وقوته. بسم الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار صحيحة، من أشهرها حديث أبي سعيد ابن المعلى الأنصاري رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهو حديث واحد لأبي سعيد هذا في صحيح البخاري في هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن. قال أبو سعيد ابن المعلى، واختلف في اسمه رضي الله عنه ورحمه، قال: كنت أصلي فناداني النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجبه، يعني كان يصلي، فلما فرغ قال لي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: يا أيها الذين مستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن. فمشيت معه وقال: لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فمشيت معه، فلما أراد الخروج قلت: يا رسول الله، السورة؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وتلا عليه هذه السورة. وقد رواه أيضا الترمذي والنسائي وأحمد، رواه أحمد مفصلا من حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه،
وفيه نحو مما في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، لكن زاد إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. وقد روى البخاري أيضا وحديث أبي بن كعب أيضا حديث صحيح، حديث صحيح. وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك هو بهذا اللفظ في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد المتقدم، أبي سعيد بن المعلى، أنه قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة العظيمة فضائلها كثيرة، صنف العلماء فيها المصنفات، وفيها أحكام كثيرة مبسوطة في كتب الفقه والأحكام والتفسير، وهنالك أحكام متفق عليها وهناك أحكام مختلف فيها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبرائيل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمع نقيضا من السماء، قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل إلا اليوم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وهذه السورة أيضا ثبت أنها يقرأ بها ويرقى بها، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: وما يدريك أنها رقية، في حديث طويل في قصة ذاك اللديغ الذي لدغته عقرب فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه، فأتوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد مروا بهم في الطريق، وفيه أنه قرأ رجل من الصحابة بهذه السورة فجعل ينفث عليه، قال: فكأنما نشط من عقال الحديث. هذه السورة العظيمة جاء فيها كما تقدم الأحكام والفضائل الشيء الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما ورد في هذا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، يعني في الحديث هذا في الحديث القدسي، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. قسمت الصلاة بين حين قال: فإذا قال عبدي الحمد لله، أن المراد بالصلاة القراءة، أي قراءة الفاتحة، فبين أنها أثلاث: نصفها الأول
لله سبحانه وتعالى، ثناء عليه سبحانه وتعالى، وتمجيد وتحميد له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين عبادة واستعانة، ولهذا قال بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وآخرها دعاء وسؤال، فهي مسألة وثناء، فهي مسألة بعد الثناء ودعاء بعد الثناء. ولهذا يشرع للعبد قبل الدعاء أن يثني على الله سبحانه وتعالى، يثني عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلهذا يقال أدعو تجب، أدعو تجب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا ثبت في عدة أخبار، وهذا من حديث بريدة بهذا اللفظ، وجاء من حديث أنس بلفظ قريب من حديث بلفظ صحيح. كل هذا يبين أن المشروع هو الثناء ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما قال عجل هذا لما سمعه صلى فلم يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثني عليه سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال عجل هذا. ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي علي ثم ليدعو والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. هذه السورة كما لا يخفى سبع آيات، ويشرع قبل القراءة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختلف في الاستعاذة هل هي واجبة مطلقا أو واجبة عند القراءة في الصلاة، وإذا كانت واجبة في الصلاة هل تجب في كل ركعة أم في الركعة الأولى أو ليست واجبة، وكذلك والبسملة أيضا كذلك. لكن التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يشرع قبل القراءة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى السميع العليم، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى فهو سميع عليم، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم في كل أحواله. ولهذا قال ابن حزم والأوزاعي وأبو ثور وعطاء إنه تجب الاستعاذة لقوله فاستعذ، وهذا أمر. والجمهور قالوا بأدلة أخرى منها أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذي صلى وأساء في صلاته لم يأمره بالاستعاذة، فقالوا يدل هذا على أنه ليس بواجب. وقد ثبت في حديث جبير مطعم وأبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ عند ابتداء القراءة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهل تشرع في كل ركعة؟ الجمهور تشرع في أول الركعة، عند ابتداء القراءة، وقالوا سائر الركعات حين يقرأ الفاتحة بعد ذلك فإنها قراءة واحدة. والإنسان إذا كان يقرأ، إذا بدأ القراءة مثلا في القرآن واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انقطع عن القراءة انقطاعا يسيرا،
مثل رد السلام أو عطس وحمد الله أو جعل يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا الجنة ويستعيذ بالله من النار أو تحدث حديثا يسيرا لم ينصرف به عن القراءة ثم عاد لا يستعيد يكمل من حيث انتهى، وإن انقطع انقطاعا طويلا فإنه يستعيد ويبدأ. قالوا كذلك القراءة في الصلاة، فإنه إذا قرأ في الركعة الأولى فالصلاة واحدة فابتدأها بالقراءة، وهذا الفصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية ليس فصلا يشرع له أن يستعيد. ومن أهل العلم من قال يستعيد، لأنه كما يشرع له قراءة الفاتحة فيشرع له أن يستعيد، فليست القراءة قراءة واحدة بل هي قراءة في كل ركعة. وهذا القول جعله بعض العلم أظهر من جهة المعنى، ولأنه فصل بين الركعة الأولى حين كبر وركع ثم سجد ثم رفع، هذا فصل، ثم يبتدئ القراءة للفاتحة، وهذا في حق الإمام واضح، وفي حق المأموم على القول الصحيح، لأن المأموم يشرع له قراءة الفاتحة. وكذلك في حق المأموم في الصلاة السرية، الصلاة السرية يقرأ الفاتحة خلافا للأحناف، كذلك قول مشهور عند الحنابل أنه لا تسقط عنه القراءة مطلقا، لكن لو قيل تسقط قيل في الجهرية لا في السرية، أما السرية فإنه يقرأ. وعلى هذا إذا قيل إنه يقرأ الفاتحة فيشرع التعوذ، فيكون التعوذ في حق الإمام وفي حق المأموم في السرية وفي حق المأموم في الجهرية على القول الصحيح، وهو مذهب الشافعي واختيار البخاري، قول أبي هريرة، واختاره جمع كثير من أهل العلم من المذاهب في مسألة وجوب القراءة. ولهذا قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي، والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة على وجوب القراءة، بل جاء حديث صريح من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود والترمذي وأحمد من طرق بعضها جيد وبعضها من طريق ابن إسحاق، وجاء قد صرح بالتحديد عند أحمد وتوبي عند غيره عند أبي داود وغيره، فالحديث صحيح. وفيه أنه قال لعلكم تجهرون خلف إمامكم، قال لا إلا تقرؤون خلف إمامكم، تقرؤون خلف إذا جهر، قال لا إلا بأم القرآن، فصرح بالجهر وصرح بقراءة القرآن. ولهذا كان الأظهر أنها تقرأ في جميع الركعات، يجتهد فهذا يدل على عظمة هذه السورة. ثم قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، صحيحين عن أبي الصامت، حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، رواه مسلم، إلى غير ذلك من الأخبار، كله يدل على وجوبها. لكن من لم يقرأها بناء على القول الذي القول الآخر فلا حرج ولا بأس، المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي خصوصا فيما إذا جهر الإمام، أما في حال السرية فإنه يقرأ، فيشرع القراءة والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله يعني نفس المستعيذ، وجاء بلفظ الفعل المضارع وهو التالي، ولهذا الفاعل مستتر أي أنا أعوذ بالله، فالتعوذ بالله فالجار والمجرور متعلق بقوله أعوذ، لا يكون العياذ استعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الشيطان
لأنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ليسعى في الإغواء، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فاتخذوه عدوا، لأنه يريد أن يأخذ أتباعه معه إلى نار جهنم عياذا بالله من إغوائه وتسويله ووسوسته. أعوذ بالله من الشيطان. ولهذا الشيطان بعيد من الخير، والشيطان اختلف في اشتقاقه، هل هو من شطن أو من شاطى؟ إذا قيل من شطن فشطن بمعنى بعد، أي بعد عن كل خير، وقيل من شاطى أي احترق، لكن الأظهر والأكثر أنه من شطن، لأنه من شاط على هذا تكون لام الفعل ماذا؟ غير موجودة، والشيطان تلازمه النون، وحتى في تصاريف الفعل الأخرى شطن شطون وما أشبه ذلك لا تفارقه النون. فلهذا كلماته الأصلية ما هي؟ كلماته الأصلية الشين والطاء والنون، شطن الذي هو على وزن فعل، فلما كان في تصاريفه لا تسقط منه النون دل على أنه من شطن، أي بعد، بعد من الخير. هذا زيد فيه فقيل شيطان على هذا الوزن، وهو المبالغة في شيطنته وابتعاده عن الخير، فكان على فيكون على وزن ماذا؟ على وزن فيعال، على وزن شيطان، يكون على وزن فيعال، مما يبين أنه على وزن شطن، فتكون حروف الزيادة فيه في الياء والألف، الياء والألف على وزنه. وعلى قولهم من شاطى، من شاطى تحذف لامه وهي موجودة، ايش يكون وزنه إذا كان من شاطى؟ يكون إذا حذفت لام الفعل صار على وزن فاعى، فاعى بحذف لامه، لكنه على وزن بتمام أفعاله كما تقدم بالنون. ولهذا كان من شيطان فيعال، وهو المبالغ في الابتعاد عن الخير، ابتعاد عن الخير. فلهذا يشرع للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل حال، لكن هناك استعاذة، هناك استعاذة مستقرة مستمرة في الأحوال، في أحوال خاصة عند التلاوة، وهنالك استعاذة من الشيطان رجيم في بعض الأحوال حين يعرض للشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. وجاء في الآية الأخرى إنه سميع عليم سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية؟ على أقوال، صواب أنها ليست آية، وهو قول جمهور العلماء أنها ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية للابتداء، آية للفصل، آية للفصل، لكن ليست آية من الفاتحة، وهي بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن كآية فهي آية للفصل. وقد روى أحمد وأبو داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل سورة من سورة، أو قال فصل سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، ولفظ قال كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن
الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم آية للابتداء. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، رجح كثير من الحفاظ أنه اختلف في إرساله ووصله أنه مرسل، وصحه ابن كثير رحمه الله قال إن إسناده صحيح. فلهذا كان الأظهر فيها والله أعلم أنها آية للفصل بين السور، إلا في سورة التوبة. في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا الاستعانة معنى أنه يستعين الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه وحده سبحانه وتعالى. والجار والمجرور اتفقوا على أنه متعلق، واختلفوا في متعلقه هل هو اسم أو فعل، وإذا كان فعلا هل هو متقدم أو متأخر. خلاف بين نحاة الكوفة والبصرة، فالكوفة يقولون إنه متعلق بفعل، أي أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، وأهل البصرة يقولون إنه متعلق باسم ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. لكن كون الجار والمجرور في محل نصب قالوا إنه أبلغ من جهة أنه يكون بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، فيكون فعلا خاصا متأخرا، فعلا خاصا متأخرا. لا يقول بسم الله الرحمن، يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أقرأ، إذا قلت أبدأ هذا عام، لكن تقول بسم الله أقرأ، ما تقول بسم الله أبدأ، لأن أبدأ لا ندري إيش تبدأ، هل تبدأ بقراءة، هل تبدأ مثلا بسير ومشي، هل تبدأ بأكل بشرب بلبس. لكن حين تقول بسم الله أقرأ يكون فعلا خاصا متأخرا لأجل أن يتقدم لفظ الجلالة بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الثاني كما تقدم على أنه متعلق بمبتدأ، ومتعلق الخبر في الجار والمجرور بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم نعتاني للفظ الجلالة، الرحمن هذه رحمة عامة، الرحيم رحمته سبحانه وتعالى كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن وصفه والرحيم فعله، أي يرحم برحمته سبحانه وتعالى. ورحمته في الدنيا شملت جميع الخلق كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة عليه الصلاة والسلام برحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين. وأعظم الرحمة هي إرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال هذا الكتاب، ولهذا كانت هذه السورة العظيمة مشتملة على الأصول التي لا غنى للعباد عنها في العقيدة والعبادة وسائر أمورهم في حياتهم. قال سبحانه الحمد لله رب العالمين، ولهذا يقول في الحديث القدسي لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ماذا سأل. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحمد له سبحانه وتعالى لأنه هو المعبود وحده، وهو الذي يربي عباده وحده سبحانه وتعالى،
فلا تصرف العبادة والاستعانة إلا لله سبحانه وتعالى. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. لا يكفي مجرد الخبر، فإن هذا يكون في المدح، يخبر عن محاسن المحمود، لكن لا بد أن يكون مع الحمد والتعظيم والإجلال. الحمد لله رب العالمين، لفظ الجلالة هذا مشتمل على توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، ولهذا جاء بعده رب العالمين. وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية الذي يرب عباده سبحانه وتعالى ويربيهم بنعمه حتى يشكروه ويعبدوه سبحانه وتعالى، وأنه لا صلاح للعباد إلا بعبادته سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيشمل جميع العالمين من عالم الإنس والجن والحيوان، عالم الأشجار والأحجار، يعني كل عالم، عالم الإنس والجن، كل عالم فإن الله سبحانه وتعالى ربه. والعالم لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه. الحمد لله رب العالمين. ولهذا قالوا إنه ملحق بجمع المذكر السالم، وليس جمع مذكر، لا تجري عليه شروطه، لأنه لا واحد له من لفظه. الحمد لله رب العالمين. ففي هذا جمع بين نوعي التوحيد، وذكر العلماء أن هذه السورة اشتملت على أنواع التوحيد، ولهذا أنواع التوحيد الثانية، ولهذا قال بعدها الرحمن الرحيم، فذكر وصفه سبحانه وتعالى باسم الرحمن واسم الرحيم، وهذا توحيد الأسماء والصفات. هذا كله يدل على عظمة هذه السورة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. والله سبحانه وتعالى مالك الملك، لكن لأن يوم الدين لا يظهر ملك لأحد، يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد في ذلك اليوم، لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه، يقول لله الواحد القهار، هو سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، لكن في يوم القيامة لا ملك إلا له سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، يوم الجزاء، ولأنه لما ذكر الدين ناسب أن يقيده به حتى يتبين الجزاء والحساب، ويظهر أثر هذا الملك، وأنه يبنى على الجزاء، وأن من عبد الله سبحانه وتعالى العبادة الحقيقية وأدى ما يجب عليه في حقه سبحانه وتعالى وفي حقوق عباده نجا وسلم، وإن انتقص من ذلك فبحسب ما نقص. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لأن ذلك اليوم يفر كل إنسان من أقرب الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر كل إنسان من أقرب الناس إليه، لأنه لا غناء لأحد عن أحد إلا بالله سبحانه وتعالى. لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغنيه. الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون في ذلك اليوم نفسي نفسي في ذلك اليوم يقول نفسي نفسي صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا قيده بيوم الدين، قال مالك يوم الدين لظهور الجزاء والحساب في ذلك اليوم العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا إشارة إلى أنه لا سلامة ولا نجاة إلا بتحقيق العبادة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إياك، ولعظم العبادة قدم الضمير إيا، إياك، واختلف هل الضمير إيا أو مع الكاف هذه إياك. هذا الضمير المفعول إياك نعبد، لو قالنا في غير كلام الله سبحانه وتعالى لو أخره لقال نعبدك واتصل بالفعل، لكن قدمه وانفصل فقال إياك نعبد، وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، يعني لا نعبد غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك، إياك نعبد وإياك كذلك وإياك نستعين. ولهذا كما تقدم في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة من العبد لله سبحانه وتعالى، والإعانة منه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة. والعبد إذا لم يعن فإن أموره تفسد عليه. أعظم الإعانة الإعانة في العبادة، وهو في هذه العبادة وهو يقرأ الفاتحة يقول إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وفي نفس العبادة. هذا يبين أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العبد يعبد ربه سبحانه وتعالى ويجتهد ويسأله التوفيق، يسأله التسديد والهدى، يسأله سبحانه وتعالى، يجتهد قدر ما يجتهد قدر استطاعته مع الإخلاص والصواب والاجتهاد في الصواب في العمل، لعله أن يوفق، لعله أن يسدد، ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. حسن الظن من حسن العبادة كما عند أبي داود إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يعبده سبحانه وتعالى يستعين في العبادة. ولهذا يأتي قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا من أعظم الاستعانة على العبادة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. نستعين يقولون إن أصلها نستعون، والعلماء رحمة الله عليهم يتبعون الكلمات ويرون أن هذه الكلمة إذا صرفت يرون الواو فيها من العون، يرون أنها حين ترجع إلى أصلها يرون الواو فيها، فإذا كان يقول فلان عون لفلان، من كان في عون أخيه، إذا جاء دل على أن الواو يعني أنها انقلبت، الواو انقلبت. وهذا ليس أن العرب تكلموا بهذا، لكن حين يجدون مثل هذه الكلمات يعلمون أن بعض الكلمات تلطفت العرب في تغييرها، فهم يغيرون إما لإعلال أو لقلب
أو لسكون أو نحو ذلك، فقالوا إن أصلها نستعون، نستع العين ساكنة والواو مكسورة والواو، فحصل إعلال بالنقل، نقل حركة الواو إلى العين وحركة العين إلى الواو، نستع. فلما نقلت حركة الواو عقي نستعين، ويصعب أو يثقل النطق بالتسكين بعد الكسر، ويناسب الكسر الياء، الياء الكسرة إذا أشبعت صارت ياء، فلهذا قالوا نستعين، أصلها نستعون. مثل كلمات كثيرة، كلمات كثيرة في كلام العرب حين النظر فيها عند تصغيرها مثلا أو عند جمعها أو إرجاعها إلى المصدر، فإنه يأتي حرف من الحروف ما يبين أنه أصل، وهكذا أيضا في بعد ذلك في المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك على العبادة ونستعينك على أمورنا كلها. ولهذا من أعظم ما يعين العبد أن يجتهد في أن يلقي أموره كلها دقها وجلها إليه سبحانه وتعالى، ولا يسأل أحدا شيئا، يجتهد أن يجعل أموره بالله وبالله، يستعين الله في أموره كلها، فمن استعانه سبحانه وتعالى أعانه ويسر أمره. لا بأس أن يسأل إخوانه، لكن يلقي بأموره بقلبه وتوكله إليه سبحانه وتعالى، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قل من كان في عون أخيه كان الله في عونه يوم القيامة. والأخبار في هذا كثيرة، قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم عن عوف مالك بايع نفرا من أصحابه، قال فألقى إليهم أو أشر إليهم كلمة خفية، قال عوف فسألت من يليني أو كما في الحديث، قال ألا تسأل الناس شيئا، قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يقوله، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته وهو على فرسه فينزل فيأخذه، لا يسأل أحدا أن يقول مثلا أعطني صوتي، مع أنه ربما أن أخاه يسره ذلك، لكن كله تحقيق لوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أسرها إليهم رضي الله عنهم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، هذا يبين ما تقدم، وأن من أعظم الاستعانة الاستعانة في سؤال الهداية، وهو طلب المزيد من الهداية، وهو على الصراط المستقيم يسأله سبحانه وتعالى المزيد من الهداية، لأن هدايات عظيمة وهدايات كثيرة، يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يزيده من هداه ومن تقاه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول اهدنا، هذا فعل دعاء، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة، ولهذا حرف العلة في هذا الأمر هي لام الفعل، هي لام الفعل اهدنا، وعند الجزم حذفت، من أصل من هدى يهدي، فلما حذفت حذفت الجازم، ولهذا وزنها افعنا، وزنها بحذف لام
الفعل مع الزيادة فيها، وهذا فيه طلب المزيد من الهداية، فيسأله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. ولهذا هذه السورة تكرر، وتكرارها من عجائبها، وأنه مع تكرارها وتأمله لها يفتح الله عليه فواتح من فواتح الخير في هذه السورة العظيمة. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. اهدنا الصراط، من يهدى إلى الصراط يكون عليه سائرا في هذا الطريق، إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا من يكون على الصراط يكون ثابتا عليه متمكنا منه. ولهذا سيأتي إن شاء الله في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. أولئك على هدى، الذين على الصراط هم الذين على الهدى، لأنه قال اهدنا، قال أولئك على هدى، وهم الذين على هذا الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم والدينا وقرباتنا وأحبابنا ومشايخنا منهم بمنه وكرمه. اهدنا الصراط المستقيم، بأن يكون على هذا الصراط المستقيم سائرا عليه ثابتا لا يلتفت يمنة ولا يسرة، بل يسير أمامه ولا يلتفت إلى المعوقات، بل ينصرف عنها إذا عرض له شيء من هذه المعوقات، يسير أمامه لا يلتفت، يشد في ممشاه. فلو عرض له من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ما عرض له فإنه يسير ولا يقف. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله ما معناه، أن السائر، أن مثل السائر على الصراط مثل إنسان يسير مثلا إلى باب من أبواب الخير، كما لو سار مثلا على هذا الصراط المستقيم، سار مثلا إلى صلاة مكتوبة، إلى درس علم، إلى باب من أبواب الخير يريد أن يفعله، فعرض له من يعني يعوقه عن هذا السير فيجادله، أو يحصل بينه وبين مشكلة يعوقه مثلا، فإنه يعرض قدر الإمكان ولا يلتفت إليه مهما أمكن. ولو فرض أنه رد عليه مثلا أو دفعه بشيء من الكلام عاقه وقصر في سيره، قال عليه أن يسير وأن يجمز، بمعنى أنه يحاول يقفز ويسير سيرا سريعا بقدر ما ضعف في سيره لما عرض له هذا العائق. ويقول رحمه الله في معناه أن الذئب، أن الظبي يعدو أكثر من بعض الحيوانات المفترسة التي تعرض له، ومع ذلك قد يمسك هذا الحيوان المفترس بالظبي، مع أن الظبي أسرع منه، هو سائر في طريقه، لكن لما عرض له هذا الحيوان التفت إليه خائفا، وكلما مثلا عوى به ونحو ذلك التفت إليه فضعف في سيره، فيشتد خلفه عدوه فيمسك به فيفترسه. قل كذلك السائر على الصراط بقدر التفاته إلى المعوقات يضعف، فإذا ضعف جدا ربما يتمكن منه عدوه فيجتهد في الإعراض عن المعوقات وعن سبل الشياطين ويسير على هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم يريده إلى الجنة، ومن اهتدى في هذا الصراط وسار عليه
ثبت على الصراط المستقيم، ثبت على الصراط المستقيم، ثبت على الصراط الذي يكون يوم القيامة. بقدر الثبات على هذا الصراط المعنوي يكون الثبات على الصراط الحسي يوم القيامة. ولهذا حين يعرض ما يعرض تكون الكلاليب على هذا الصراط بقدر سيره في الدنيا. فمنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كجيد الخيل، إلى غير ذلك مما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هدينا الصراط المستقيم، صراط، صراط هذا بدل من الصراط، لأن هدينا الصراط مفعول، الصراط صراط بدل كل من كل، من قوله صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذا تسلية عظيمة للسائرين على الصراط، لا تحزن ولا تيأس ولا تخف ولا تستوحش وأنت على هذا الصراط، لا تستوحش. من أصحابك على هذا الصراط؟ أصحابك على هذا الصراط كما قال سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اليهود والنصارى، كما في حديث عدي رضي الله عنه لما قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فهم عندهم علم لكن ضلوا، ضلوا عن علم، والنصارى كانوا على ضلال، كانوا على ضلال. فلهذا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من طريقة هاتين النحلتين اليهودية والنصرانية، تعوذ بالله. وإلا من كان على اليهودية الحقة قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ويتبعه، لأن النبي لأنه بشر به في كتبهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما تقدم هم اليهود والنصارى، فلهذا كانت السورة سورة عظيمة تقرأ في كل ركعة، ويشرع عند ختامها في قراءتها في الصلاة أن يقول آمين، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والصحيح أن الإمام والمأموم يقولون آمين جميعا بعد قول الإمام ولا الضالين، يقول الإمام وغيره كلهم يقولون آمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله.